السلام لكم جميعا. أنا جورج أنطون، متزوج وأب لثلاث بنات، وبعمل في كاريتاس مدير إداري في غزة. في البداية كان هناك يجينا تحذيرات إما عبر التليفون وإما عبر أسطوانات مسجلة إنه يجب أن نرحل من الأماكن اللي إحنا فيها. وطبعاً إحنا بشكل شخصي إجانا مكالمات وإجانا رسائل مسجلة بأن لا نبقى في الأماكن اللي إحنا فيها، خصوصاً الأماكن اللي موجود فيها منزلنا بما إن أماكن مستهدفة. فبالتالي اضطرينا أنه إحنا طبعاً نستقر في الكنيسة ونشوف إلى أي مدى حتروح هذه الحرب. وبعد ذلك استمرت الحرب في الضرب يعني بكل مكان، استمرت الطائرات الإسرائيلية بقطع أوصال قطاع غزة. مباشرة طبعا تم الاتصال فينا من السيد أنطون أصفر الأمين العام لمؤسسة كاريتاس، وتبع معنا طبعا كل الاحتياجات اللي ممكن تكون يعني نلبيها للمجتمع المسيحي أو اللاجئين اللي طبعا نزحوا إلى الكنائس. وطبعا هناك كان تلبية سريعة من كاريتاس إنه فتحت عيادتين، عيادة في الكنيسة الكاثوليكية وعيادة في الكنيسة الأرثوذكسية، وطبعا أحضرت بعض الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة حتى تلبي المجتمع. وطبعا مع توتر الأوضاع أصبحت الليالي بائسة جدا ومرعبة ومخيفة للجميع، للنساء والأطفال. إحنا منذ أكثر من 21 يوم لم ننم إلا بضع ساعات قليلة في النهار أو في الليل حتى فقط نريح أجسادنا، لأنه نحن لا نعرف أين تكون الضربة القادمة ولا نعرف من المستهدف. أصبحنا يعني نخرج لتلبية المستلزمات ونحن لا نعرف إن كنا سنعود إلى أطفالنا أو نسائنا أو لا. استطعنا أنه نجيب أسرة للمرضى الموجودين، هناك عدد كبير من المرضى الموجودين في الكنيسة، وهناك عدد من المصابين اللي إجوا، وهناك أيضا عدد كبير من الأمراض اللي عم تنتشر ساعة بعد ساعة بسبب طبعا ضيق المكان وبسبب شح الموارد من خصوصا مياه الغسيل، لأنه طبعا عدد كبير فيحتاج إلى كميات كبيرة من الماء وهي غير متوفرة، والكهرباء مقطوعة دائما، ونعتمد دائما على مولد الكنيسة حتى نستطيع أنه طبعاً نشحن الجوالات أو نشحن اللابتوبات أو نأدي أي أعمال الاتصالات حتى نطمن عائلاتنا برا. طبعاً هذا يعني الحياة أصبحت بائسة جداً وحياة مرعبة جداً. ليلاً نهاراً هناك قصف إسرائيلي إلى كل النواحي، نسمع عن عائلات تم تدمير منازلها بشكل كامل، وهناك أيضاً منازل دمرت بشكل جزئي، ومنهم منزلي ومنزل بناتي دمر بشكل جزئي، ويعني أصبح غير قابل للحياة الآن. وطبعا هذا عبء كبير علينا خصوصا بعد الحرب. وهناك أيضا منازل بنسمع أنه هي تقع على السكان اللي فيها دون سابق إنذار ودون أن يعلم من فيه بأن هذه آخر لحظات حياتهم. طبعا بعد ما تم قصف المستشفى الأهلي وتم قصف الكنيسة الأرثوذكسية أصبحنا مذعورين جدا، ونؤمن بأنه لا يوجد أي مكان آمن، وأصبحنا ننتظر بأي وقت أن يكون هناك من الممكن ضربة في المنطقة المحيطة أو حتى على الكنيسة نفسها. فأصبحنا نعيش لحظات موت، ننتظر الموت في أي لحظة، ننتظر يعني أن يقضى علينا في أي لحظة، ونحن لا نعرف ما هو سبب ترويعنا. نحن كمدنيين أبرياء آمنين، نحن نرفض الموت لأي جهة من الجهات، نرفض استهداف الأبرياء، نرفض استهداف المدنيين في أي مكان، وطبعا نستنكر كل الأحداث التي تحدث ضد الأبرياء، ضد النساء، ضد كبار السن، ضد الأطفال. نحن نريد السلام فقط. بابا فرانسيس لم يتركنا من اللحظة الأولى، وهو دائم الاتصال مع الكنيسة في غزة. ومن هنا أنا أقدم رسالة للكنيسة وأقدم رسالة للبابا شخصيا، نحن ذاهبون إلى الموت إن لم تحمينا الكنيسة. ونشكر جميع الأطراف، ونشكر كل من اتصل أو كل من ساهم في أن يدعمنا في بقائنا وصمودنا. نحن لن نرحل من الكنيسة، سوف نبقى في الكنيسة لأنه هذا مكان وجودنا، هذا مكان حمايتنا،
وجودنا في غزة يعتمد على بقائنا داخل الكنيسة. نحن أبرياء، أطفالنا أبرياء، نريد أن نعمل لخدمة المجتمع، نريد أن نعمل لخدمة الناس، ولكن كما تسمعون نحن دائما تحت القصف، دائما تحت الرعب والخوف. أبنائنا خائفين، لا نعرف أين تكون هذه الضربة، لا نعرف الضربة القادمة أين تكون. رجاء صلوا لنا، ابقوا معنا، حتى لو تقطعت الاتصالات مرة أخرى. نحن عشنا يومين من الرعب والخوف، نحن متنا ونحن أحياء. أرجوكم صلوا لنا وابقوا معنا وادعمونا.